بدل العجزه. شوف سيفتهم زي ما طفرتيه وسيفتهم العجزه صاحبي. خلي شي وحده تبان تسبوا في والديك اصاحبي. محشومه كاع اصاحبي. الدنيا انا فايته اصاحبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليك وبالوالدين احسانا. واحسن بوالديك اصاحبي. واخدم على والديك اصاحبي. وقت بوالديك اصاحبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي المغاربة أينما كنتم. اليوم خوتي المغاربة جيت بواحد الفيديو جديد. علاش؟ على الوالدين، على دوك الناس اللي كيديو والديهم دار العجازة. علاش كديو والديكم دار العجازة؟ علاش؟ غادي نسولكم وجاوبوني أخوتي، علاش كديو والديكم دار العجازة؟ دابا انت والديك ولدوك وردعوك وصمتوك وكبروك تتقادو الكتاف، نهار توظفتي شو شكون اللي عمر لك راسك؟ واش ابليس ولا مرتاك ولا مرت شكون؟ داكشي تبقى الله، تبقى العلم ديال الله سبحانه وتعالى. عمرو لك راسك قالوا لك سموك دار العجازة ولا سباك دار العجازة. واش نسيتي والديك ما يضرب لك التمارة؟ واش نسيتي والديك وما كيسهروا على ودك؟ واش نسيتي الوالدة ديالك؟ الوالدة ديالك الله يسمحنا من الوالدة مسكينة، بالخصوص الوالدة. واش نسيتي الوالدة ملي كنتي كتبول فوق ظهرها؟ ها؟ ملي كبرتك ديتها دار العجازة. خبرك واحد القضية، كل الناس اللي خدامة في دار العجازة، كل الموظفة في دار العجازة. كاين ولاد الناس وكاين شي وحدين عاوتاني، أنا كنهضر عليك الوحدين. تحية شي ولاد الناس. دار العجزه كاين شي وحدين، شي مرا ولا راجل مساكن دار العجزه، شنو يقولوا لهم بعدا باش يعايروا الوالدين هذوك اللي كيديهم دار العجزه؟ باش كيعايروا لك المرا والراجل باش يعايروا لهم؟ وكان فيكم الخير كون نسوكم عولادكم. واش نسيتي الوالدين ديالك مساكن دار العجزه؟ الا تشيهاو شي حاجه ما كاينش اللي يجيبها لهم. واش نسيتي الوالدين ديالك مساكن اللي بغاو ينوضوا على الدوار دار العجزه؟ كيسمعوا لها بزاف د الهضره. واش نسيتي والديك مساكن الهضره اللي كيسمعوا مع داك الموظف اللي خدام في دار العجازه؟ تيقولوا لهم وكان فيكم الخير كون وليداتكم كاع باش يخليو عليكم يخليكم تشوفوا هاد البلاصه هادي. راه الهضره كدور بزاف وكتلقى واحد كتلقى واحد واش مع الحبس واش مع العياقه مجرم وكتلقى واش امه هنا تقول امي حنون امي قبل كل شيء. كتلقى واحد عباس شبعان شبعان عياقه. انت اللي كتقول هذاك راه شمكار هذاك راه شفار وهذاك قتال وهذاك تيهماق على امه تيهماق على والديه. كيمشي للحبس وعقلو مع والديه. شوف يا ربي اسمح لي امي يمشي مسكين عندي عم يمشي وباش يحلف تيحلف بامي يمشي ديما امي يمشي. وانت اللي موظف وكدير فيها كلاس كدير فيها نقي زعما ومتقي الله ووالديك تصادم دار العجازه. هادي هي العياقة هادي. آخر حاجة كاين شي رجال كيلعب شي رجال منهم أصدقاء ومنهم شي ليزامي دياولي كيلعبو شي رجال تيموتو على والديهم تيحماقو على والديهم. وأمو ولا با ونموتو على قبلها ونموتو على قبل والدينا أصاحبي. راه مكاينش شي واحد يقول أمو ولا با يدور بالك الهضرة ديالهم أصاحبي. اقسم بالرب اخوتي المغاربه كاين شي موظف في دار العجزه باش يعايروا لك الوالدين مساكنين في دار العجزه. تقولوا لهم وكان فيكم الخير كون وليداتكم كاع ما يتخلاو عليكم. واحد في الدم لا يعمرني على والديا. انت شكون يعمرك باش تدي والدك دار العجزه من غير مراتك؟ مرتك تقول لك والديك خايبن ما عندي ما ندير بهم. كتظن انت كتسمع مراتك كتهزو مساكن قدام دار العجزة كيسحب راسك ديتي من الحجو وديتي مساكن الحبس. اتق الله اصاحبي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليك وبالوالدين احسانا. واحسن بوالديك اصاحبي واخدم على والديك اصاحبي وقد بوالديك اصاحبي. واش شفتو مسافر والديك دار العجزة؟ شفتو مسافر زعما طفرتيه ومسافر من الحبس اصاحبي. خلي شي وحده تماك تسبوا في والديك اصاحبي. محشومة
تما كاع اصحابي، الدنيا انا فايت اصحابي. المهم خوتي المغاربه ما طولتش عليكم، هادشي كاع عصبني خوتي المغاربه. تحياتي المرضيه للوالدين، وتحياتي للناس اللي تقدروا والديهم، وتحياتي الدراري الشباب اللي خدي العياقه تيموتوا على والديهم. تحياتي لكم عاد خوكم نور الدين. هذه رساله هذوك الناس اللي صيفطوا الوالدين دار العجازه، راه حشومه. اتقوا الله اتقوا الله، الدنيا ما فيها والو، راه الوالدين هما كل شيء. المهم خوتي المغاربه تحياتي المرضيه للوالدين، وتحياتي الناس اللي هازه والديها جات فوق راسها. عاد خوكم نور الدين الشنوي. Thank you.